تعامل معي المودة والصداقة. أهلا بكم إلى المسائية، نبدأها بالعناوين مع روزي الخوري. مساء الخير إلى عناوين النشر. إرادتي هي حماية سيادة الدولة وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استدراج الفتن إلى ساحتنا الداخلية. عشية الجلسة التشريعية، رئيس الجمهورية أمام السلك الدبلوماسي: أولويتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد. الرئيس الحريري يترأس اجتماعا وزاريا للبحث في تطوير خدمات مطار رفيق الحريري الدولي من كافة النواحي. عشرات الضربات الجوية والمدفعية على وادي بردة، وإيران ترفض أي حضور أمريكي في مفاوضات الستنة. غدا يكتمل نصاب المؤسسات الدستورية كلها في الجلسة النيابية التشريعية صباحا وفي مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد الظهر في السراي الكبير. وإذا كانت البنود الأكثر أهمية بالنسبة إلى المؤسسات هي الموازنة العامة، والأكثر تأثيرا على الناس هي سلسلة الرتب والرواتب، فإن النجم غير المعلن لهذه الجلسات مرشح ليكون قانونا جديدا للانتخابات النيابية. وقانون أو مواقف الكتل النيابية باتت متوافقة على ضرورة إقرار قانون جديد مع تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها، لكن في حين باتت النسبية الكاملة خارج النقاش، فإن النقاش الممتد أخذ يدور بين المختلط نسبي وأكثري وبين التأهيلي. البداية إذن من السرايا الكبير، حيث يتحدث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد قليل في حفل عشاء يقيمه على شرف مجلس أمناء وإدارة الجامعة الأمريكية في بيروت. الرئيس الحريري الذي ترأس اجتماعا وزريا للبحث في تطوير خدمات مطار رفيق الحريري الدولي من كافة النواحي. وإلى السرايا ننتقل مع مراسلنا ربيع شنطف. ربيع، نشاط السراي وكلمة الرئيس الحريري تفاصيلها لديك، تفضل. نعم بالحقيقة روزي، بعد قليل سيبدأ هذا العشاء الذي يقيمه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على شرف رئيس وأعضاء أمناء وإدارة الجامعة الأمريكية في بيروت هنا في السراي الكبير. بحسب المعلومات فإن الرئيس الحريري الذي سيلقي كلمة بالإضافة إلى ثلاث كلمات أخرى سيركز على الشأن التربوي بشكل عام، وأيضا على الشأن الجامعي بشكل خاص، وعلى دور الجامعة الأمريكية أو أيضا المستشفى الجامعة الأمريكية كذلك. بالإضافة إلى ذلك سيركز رئيس الحريري على موضوع ضرورة إيجاد فرص العمل للشباب، وهذا أمر يشغله بشكل كبير منذ ترأسه لهذه الحكومة. الرئيس الحريري كان قد استقبل بعد الظهر وزير الداخلية نهاد المشنوق و وزير الأشغال العامة يوسف فينيانوس، وترأس بالإضافة إلى الوزيرين يعني عدد من المسؤولين المعنيين بمطار رفيق الحريري الدولي. هذا الاجتماع ركز على ضرورة إيجاد كل السبل المؤدية إلى تحسين خدمات المطار، وكل ما يجري في المطار يجب أن يتعرض للصيانة، وهذا الأمر بحسب وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاجتماع قال بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وأيضا تطرق البحث بطبيعة الحال إلى مسألة سلامة الطيران ومسألة طيور النورس. بحسب معطيات تلفزيون المستقبل فأنه بدأ منذ اليوم تركيب 16 جهازا لإبعاد النورس عن مطار رفيق الحريري الدولي، وهذه الأجهزة هي بمثابة هبة للدولة اللبنانية. على كل يعني هذه هي المعطيات، ونحن ننتظر الرئيس سعد الحريري الذي سيلقي الكلمة وسننقلها مباشرة على الهواء. نعم ربيع، شكرا جزيلا لك. وفي القصر الجمهوري أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أمام أعضاء السلك الدبلوماسي أن من أولوياته تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد وتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
أطلق رئيس الجمهورية ميشيل عون أمام أعضاء السلك الدبلوماسي سلسلة مواقف تتعلق بالشأن الداخلي اللبناني، لا سيما ما يتعلق بحماية سيادة الدولة وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استجرار الفتن إلى الساحة الداخلية. وأكد الرئيس عون أنه سيعمل على قيام مؤسسات قادرة وفاعلة وشفافة تعيد ثقة المواطن بدولته وتكون له المرجع والسند. إرادتي هي تأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، فيطمئن اللبنانيون أينما كانوا. وأولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع اللبناني، ما يوفر الاستقرار السياسي. أما تخوف بعض القوى من قانون النسبة فهو في غير محله، لأن وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع، وعليه قد يخسر البعض بعض مقاعدهم ولكننا نربح جميعا استقرار الوطن. ووجه رئيس الجمهورية لأعضاء السلك الدبلوماسي والدول التي يمثلونها جملة تساؤلات ومطالب تتعلق بموضوع النازحين السوريين، مشيرا إلى أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل العبء وحيدا، وهو يرحب بكل مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى حل سلمي سياسي للأزمة في سوريا. وأكد عون أن التعاون الأمني والمخابراتي ضرورة حيوية لمكافحة الإرهاب، وأن المسار الصحيح يرسم عبر إرادة دولية راغبة حقا بإنقاذ العالم من الإرهاب وإرساء السلام. نناشد دولكم أن تتحمل مسؤولياتها كاملة وأن تتحرك من دون إبطاء حفاظا على مصالحكم ومصالح شعوبكم، لأن تداعيات موجات النزوح الكثيف غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر تهدد وجود جميع الأوطان واستقرارها. بدوره جدد السفير البابوي جابرييل كاتشيا الذي تحدث باسم السلك الدبلوماسي التهاني من قبل قداسة البابا فرانسيس لرئيس الجمهورية بانتخابه، ونوه بالاستقرار الأمني في لبنان وعودة المؤسسات الدستورية إلى عملها، داعيا إلى إجراء معالجات على مختلف المستويات. كما هنأ الرئيس عون على زيارته إلى الخارج، مشيرا إلى أنها جرت بروح التفاهم ووفق إرادة الحوار كوسيلة لتسوية التباينات وطمأنة الهواجس، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح اللاعبين الإقليميين واهتماماتهم. إننا كسفراء نشارك بكثير من الغبطة ارتياح الشعب اللبناني الذي يعيش استعادة الحياة الطبيعية في مؤسسات الدولة من خلال وجود رئيس للجمهورية وحكومة جديدة نالت ثقة المجلس النيابي، وهي تعمل لإجراء استحقاق الانتخابات التشريعية المتوقعة بعد أشهر عدة. نحن الحاضرون هنا جميعا كما الحكومات التي نمثل نأمل أن يكون التوافق الواسع في لبنان الذي أتاح تفاهما بين جميع المكونات والقوى السياسية بداية مسيرة تشمل قريبا المنطقة بأسرها. وكان الرئيس عون قد استقبل رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هيريلديكوفا على رأس وفد بحضور وزير العدل سليم جريصاتي، وجرى عرض لعمل المحكمة والتعاون القائم بينها وبين لبنان لا سيما في الشق الإداري والمالي. الرئيس عون أمل الإسراع في إصدار الأحكام لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، مطالبا بمزيد من الشفافية المالية والإدارية في عمل المحكمة، لا سيما وأن لبنان يساهم في نصف الميزانية المالية الخاصة بها. والتقى رئيس الجمهورية السيدة منى الشامي من البنك الدولي بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وعرض معها التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي في مختلف المجالات. ومن بيت الوسط، أكدت كتلة المستقبل النيابية ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي. رحبت كتلة المستقبل النيابية بانعقاد الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس. الكتلة وخلال اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أشارت إلى أن عودة العمل بشكل كامل وطبيعي في الهيئة العامة من شأنه إعادة تنشيط عمل جميع المؤسسات الدستورية ودورها التشريعي والرقابي والتنفيذي في البلاد. إن كتلة المستقبل تعتبر أن استعادة الهيئة العامة لعملها بشكل طبيعي هو المدخل الفعلي لعودة الدور الرقابي لمجلس النواب الذي يشكل جوهر وأساس عمل المجلس في صون المصالح العامة
وحكم القانون في النظام الديمقراطي البرلماني. كتلة المستقبل شددت على أهمية إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة لكي ينصرف مجلس النواب إلى دراستها وإقرارها بهدف انتظام الأمور المالية للمؤسسات وانطلاق عجلة المشاريع. تؤكد الكتلة بأنها ما تزال ثابتة على موقفها بضرورة العمل المتضافر من جميع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي، مع استمرار التمسك والالتزام بضرورة أن تتم الانتخابات في موعدها دون أي تأخير. كتلة المستقبل رحبت بانعقاد مؤتمر الشرق الأوسط في باريس وبالبيان الختامي الذي صدر عنه، والذي أكد على أهمية حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. بدوره لفت تكتل التغيير والإصلاح إلى ضرورة اتخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد يعطي اللبنانيين حقهم. وجدد التكتل خلال اجتماعه الأسبوعي رفضه التام قانون 60 أو التمديد للمجلس الحالي. أخذنا حصتنا من تمديدين، التمديد الثالث ما رح نقبل فيه. بعتقد متفقين على القليل معبر عنه من قبل معظم اللبنانيين انه لا للتمديد ولا لقانون 60. ونحن قدام خيارات جدية موجودة. اول شيء اذا بنحكي نحن كتيار، نحن بدنا القانون الارثوذكسي يلي هو اذا نظام طائفي ما بيعطي عدالة التمثيل الا القانون الارثوذكسي. بدنا نظام لطائفي وعلماني، نحن قلنا مع النسبية الكاملة بشتى اشكاله. طيب بس ما في لا هيك ولا هيك، شي نحكينا بالمختلط. من جانبها رحبت كتلة نواب حزب الله باستئناف انعقاد الجلسات التشريعية في مجلس النواب باعتباره مؤشرا على تعاون السلطات وانتظام عمل المؤسسات. وعرضت الكتلة في اجتماعها الأسبوعي لآخر المستجدات والاتصالات المتعلقة بقانون الانتخاب، فجددت تأكيدها على اعتماد النسبية الكاملة في الدائرة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة كصيغة تلتزم المناصفة وتؤمن الشراكة الحقيقية وتحقق صحة التمثيل وفعاليته، مشددة على رفضها قانون 60 والتمديد، معتبرة أن وضع قانون جديد للانتخاب هو تعهد التزمته الحكومة في بيانها الوزاري رغم معرفتها المسبقة بالفترة المتاحة لها من أجل إنجازه. إن الإخلال بهذا التعهد سيؤثر حكما على الثقة بحكومة استعادة الثقة. في السراي الكبير التقى الرئيس سعد الحريري سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وبحث معهم العلاقات مع لبنان. العلاقات بين لبنان والدول الخليجية كانت مدار بحث في السراي الحكومي، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سفراء دول مجلس التعاون الخليجي. السفير الكويتي عبد العالي القناعي، القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، السفير العماني بدر بن محمد بن بدر المنذري، السفير القطري علي بن محمد المري، والسفير الإماراتي محمد الشامسي. وتخلل اللقاء عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة. الرئيس الحريري التقى أيضا وفد الأمم المتحدة الذي يزور لبنان لإجراء مراجعة استراتيجية لليونيفيل برئاسة مساعد الأمين العام لعملية حفظ السلام القاسم وين. وين أشار إلى أن اللقاء كان ذات فاعلية عالية، تم خلاله تبادل أفكار واضحة جدا وإطلاع الرئيس الحريري على الهدف من المراجعة الاستراتيجية وما سيتم القيام به في الأيام المقبلة، وأيضا الاستماع منه إلى وجهة نظره حيال هذه القضايا وحيال اليونيفيل وتطبيق القرار 1701 ورؤيته الشاملة إزاء الوضع وتوقعاته فيما يتعلق بدعم الأمم المتحدة. هناك أمر مؤكد وهو استمرار الالتزام الأمم المتحدة بدعم لبنان والشراكة معه وتعزيز التقدم المميز الذي تم إحرازه في جنوب لبنان، ولنا جميعا مصلحة في أن يبقى لبنان مركزا للسلام والأمل في هذه المنطقة التي تواجه تحديات جمة. وكان الرئيس الحريري اجتمع إلى وزير الإعلام ملحم رياشي وبحث معه في الأوضاع الصعبة التي يعانيها الإعلام، كما تم التطرق إلى الخطة التي تقضي بتحويل وزارة الإعلام إلى وزارة التواصل والحوار. أكيد خلال 10 أيام بيكون كل الصورة صارت واضحة
ورح نعلنها سوا نحن ودولة الرئيس خطة متكاملة لدعم الإعلام. في إمكانية، إذا ما في إمكانية لمساعدة الإعلام الورقي إذا صح التعبير ماليا، في إمكانية لمساعدته بطريقة غير مباشرة، أي إعفائه من بعض الرسوم الضريبية والجمركية يلي بتلحقه، مجرد أنه نخفف عنه العبء بشكل معين كأنه عم نساعده. مدعم قروب المياسة اللي طلعت من مصر في لبنان، هل هذا الشيء مضبوط أنه في مؤسسات أخذت قروض وترد على سنين طويلة؟ يعني هيدي تعامل تبادل خاص بين مؤسسات وبين مصارف ما قال عليه وزارة الإعلام فيه. الرئيس الحريري التقى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد، وقد أكد أمامه أهمية استقلالية القضاء كأساس لإرساء دولة القانون في لبنان، مبديا استعداده الكامل لتقديم كل التسهيلات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ، لافتا إلى أنه على توافق تام مع رئيس الجمهورية حول أهمية الإسراع بذلك. وخلال اللقاء طالب أعضاء المجلس بضرورة الإسراع في تعيين رئيس للتفتيش القضائي وإنجاز التشكيلات القضائية وتعزيز واردات صندوق تعاضد القضاة. ومن زوار السراي الفنانة هبة قواس التي أطلعته على الأعمال الفنية التي تقوم بها في عدد من الدول العربية. وتتابعونا في نشرة بعد الفاصل. مهاجم ملهى رينا في اسطنبول يقر بمسؤوليته عن المجزرة. الجبير يجدد اتهام إيران بأنها أكبر داعم للإرهاب في المنطقة. نواصل تقديم النشرة. بعد أسبوعين على مذبحة ملهى رينا في اسطنبول، اعتقلت السلطات التركية منفذ الهجوم الذي اعترف بارتكاب الاعتداء الإرهابي بإعاز من داعش، فيما تأكد أنه من أوزبكستان ويدعى عبد القادر مشاريبوف. الشرطة أعلنت أيضا اعتقال 50 شخصا على صلة بالهجوم الدموي، بينهم عراقي وثلاث نساء أحدهن مصرية. هذا الفيديو هو واحد من الخيوط التي قادت الشرطة التركية لاعتقال منفذ الهجوم على ملهى رينا في اسطنبول ليلة رأس السنة. بعد 16 يوما على المذبحة التي أدت إلى مقتل 39 شخصا بينهم 3 لبنانيين، دهم 2000 عنصر من الشرطة وجهاز الاستخبارات شقة في أحد أحياء اسطنبول، واعتقلت المهاجم الذي كان معه ابنه وهو في الرابعة من عمره. وضبطت الشرطة معه أسلحة ووثائق مزورة و197 ألف دولار يعتقد أنها ثمن المجزرة التي ارتكبها. تباعا بدأت تتكشف المعلومات الرسمية عن المهاجم الذي اعترف بتنفيذ الاعتداء الإرهابي بإعاز من تنظيم داعش الإرهابي، كما تطابقت بصماته مع تلك المسجلة لدى الأجهزة الأمنية التركية. حاكم اسطنبول كشف أن المهاجم من مواليد أوزبكستان في العام 83، يدعى عبد القادر مشاريبوف واسمه الحركي أبو محمد الخرساني، مضيفا أنه يتقن 4 لغات وتدرب في أفغانستان، وهو دخل تركيا من الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية في كانون الثاني من العام 2016. العمليات الأمنية وحملات الدهم التي طالت 152 موقعا على خلفية الهجوم الإرهابي على ملهى رينا أدت أيضا إلى اعتقال 50 شخصا بينهم عراقي ومصرية، اعتقل ليلة الاثنين مع مشاريبوف. كما أن التحقيقات في الهجوم الدموي أدت إلى تحديد 168 إرهابيا أجنبيا على صلة بالعملية الإرهابية، كما أعلنت السلطات التركية. وفي لبنان التقى وزير الخارجية جبران باسيل أهالي ضحايا اعتداء اسطنبول الذين تسلموا أمتعة أبنائهم الشخصية. وسط الدموع والحزن تسلم أهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على ملهى رينا في اسطنبول أغراض أبنائهم الشخصية من وزارة الخارجية. الوزير جبران باسيل الذي استقبل الأهالي مع عدد من الناجين جدد تعازيه واطمأن على حالة الجرحى، مستمعا إلى شهادات الناجين من الاعتداء وإلى كل التفاصيل القانونية المتعلقة بالحادثة. بدورهم شكر الأهالي والناجون وزير الخارجية على الجهود التي بذلها من خلال متابعته وإشرافه المباشر ومواكبته لمجريات الحادثة الأليمة. وبعد الاجتماع سلم القنصل العام في اسطنبول هاريش ميطلي عائلة الياس ورديني وريتا الشامي وهيكل مسلم أمتعة أبنائهم الشخصية والخاصة التي جمعتها القنصلية العامة في الأيام التي تلت الحادثة من شرطة مكافحة الإرهاب التركية وبإشراف المدعي العام في اسطنبول. وكان الوزير باسيل قد وجه كتابة
تنويه إلى القنصل العام شميطلي مثنيا على الجهود التي قام بها وطاقم القنصلية منذ وقوع الحادثة. كثف النظام السوري مدعوما بحزب الله الحملة العسكرية العنيفة على مناطق عدة في وادي بردة، مستهدفا إياها بعشرات الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية. أما تنظيم داعش فأحكم حصاره على مطار دير الزور وقطع طرق إمداد النظام. في يومها 27 تواصلت الحملة العسكرية التي يقودها نظام حزب الله على قرى وادي بردة، أكثر من 25 برميلا متفجرا إضافة إلى صواريخ الفراغية ألقتها طائرات النظام السوري على بلدتي عين الفيجة ودير مقرن التي استهدفها أيضا قصف مدفعي مكثف، فيما الاشتباكات استمرت على أكثر من جبهة ولا سيما محاور ظهور إفرة ووادي تمامة. ولدى محاولتها التقدم على محور عين الفيجة تكبدت كتائب الأسد وحزب الله خسائر كبيرة، حيث دمرت ثوار عربتي شلكة ودبابة وأسر عنصر من الميليشيات بحسب ما أفاد الناشطون في المنطقة. وفي ريف حمص صعد تنظيم داعش هجماته على قوات الأسد، حيث استهدف بسيارة مفخخة مجموعات النظام التي حاولت التقدم باتجاه مطار التيفور، في وقت أسر 20 عنصرا من كتائب الأسد أثناء إحكامه حصاره لمطار دير الزور وقطعه طرق إمداد النظام. ميدانيا أيضا واصل الطيران الروسي والسوري قصفه ريفي إدلب وحماة التي شهدت مقتل أم وأطفالها الأربعة نتيجة غارة استهدفت منزلهم في منطقة عنيق بأجرة. رفض وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أي مشاركة أمريكية في مفاوضات السلام السورية المقررة في أسيتانا يوم الاثنين المقبل، وذلك بعدما ذكرت مصادر روسية أن واشنطن ستشارك في الاجتماعات بصفتها مراقب. وكانت روسيا قالت إن مفاوضات أسيتانا تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، معترفة أنه لولا تدخلها في سوريا لكانت دمشق سقطت خلال أسبوعين أو ثلاثة. لولا التدخل الروسي في سوريا لسقطت دمشق خلال أسبوعين أو ثلاثة، هذا ما اعترف به وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في مؤتمره الصحفي السنوي المخصص للحديث عن نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في العام 2016. لافروف أفرد مساحة وافرة للحديث عن محادثات السلام السورية المقررة في 23 من الشهر الجاري في عاصمة كازاخستان أستانا، وهو قال أن هذه المفاوضات التي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا والاتفاق على الحل السياسي ستضمن للمعارضة السورية الحقوق السياسية، متحدثا عن إمكانية متاحة لانضمام فصائل معارضة أخرى إلى اتفاق الهدنة. وفيما كشف أن روسيا تعمل على دعوة ممثلي الأمم المتحدة وواشنطن، قال الوزير الروسي أن اجتماعات أستانا ستكون أول اتصال رسمي مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، والتي أمل بأن تكون أكثر تعاونا في مجال مكافحة الإرهاب. في سياق متصل، كشفت صحيفة الوطن السورية اسماء الوفد الذي شكله رئيس النظام بشار الأسد للمشاركة في مفاوضات أستانا، فذكرت الصحيفة أن مندوب النظام لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري سيرأس وفد التفاوض الذي سيضم بحسب الصحيفة عسكريين وقانونيين. كما ألمحت صحيفة الوطن إلى أن نظام الأسد ينوي جعل أستانا مكانا لبحث حل شامل للأزمة السورية، علما أن المعارضة السورية تشدد على أن مفاوضات الحل الشامل والنهائي ستكون في جنيف وعلى قاعدة القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها بيان جنيف القاضي بتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تؤدي إلى رحيل الأسد. أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن إيران تشكل أكبر داعم للإرهاب في المنطقة، متهما إياها بإنشاء حزب الله ودعمه ومحاولة زعزعة أمن المملكة العربية السعودية. كلام الجبير جاء في جلسة حوارية على هامش منتدى دافوس الذي انطلقت أعماله اليوم. إيران تشكل أكبر داعم للإرهاب في الشرق الأوسط ويجب محاسبتها على ذلك. هي أنشأت حزب الله ودعمته ودربت الإرهابيين لاستهداف عدد من دول المنطقة، كما حاولت زعزعة أمن المكة المكرمة والمدينة المنورة. ما يثير الاهتمام أن تنظيمي داعش والقاعدة استهدفا كل دولة من دول العالم باستثناء إيران. لماذا؟
أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن القوات العراقية بدأت تتحرك ضد تنظيم داعش الإرهابي غربي الموصل بعدما حررت آخر أحياء المحور الشمالي الشرقي للمدينة، وباتت تسيطر على جسور الموصل الخمسة التي تربط الساحلين الأيسر بالأيمن. تمهيدا لنقل المعارك إلى الجانب الأيمن من مدينة الموصل وتحرير كامل المدينة، كشفت مصادر رسمية في الجيش العراقي بأن القوات العراقية ستبدأ بتركيب الجسور العائمة على نهر دجلة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما عمل تنظيم داعش الإرهابي على تدمير بعض الجسور الأساسية في مدينة الموصل في خطوة لعرقلة تقدم القوات العراقية بالمدينة، إلى جانب قيامه بتفخيخ المنازل والطرقات لإطالة أمد المعركة وفق مصادر من الجيش العراقي. مصادر عراقية أفادت بوصول خمسة جسور عائمة أرسلها التحالف إلى قاعدة الجيارة لتشييدها على نهر دجلة وعبور القوات العراقية إلى الجانب الآخر. أما القوات التي أنهت مهامها في جنوب شرق الموصل وهي الشرطة الاتحادية والرد السريع فسيهجمون على الساحل الأيمن من جهة البوسيف التي تعرف كذلك بتلال البوسيف، وهي منطقة مرتفعة تطل على مطار الموصل. إلى ذلك سيطرت القوات العراقية على منشأة الكندي ومقر الفرقة الثانية السابقة شرق الموصل، كما حررت حي نينوى الشرقي وسوق الأغنام ومنطقة باب شمس ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، وذلك بعد معارك مع تنظيم داعش بمساندة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. قائد عمليات قادمون يا نينوى عبد الأمير رشيد يارالله قال إن استعادة هذه المناطق جاءت بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات. أكد رئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران سترفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في حال طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ذلك. وفي مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران والغرب قال روحاني إن الاتفاق اكتمل وصدق عليه مجلس الأمن الدولي وأصبح وثيقة دولية، وأضاف إنه اتفاق متعدد الأطراف ولا معنى لإعادة التفاوض حوله. أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أن بلادها تعتزم الانفصال تماما عن الاتحاد الأوروبي ولن تسعى إلى عضوية جزئية فيه. وأضافت ماي أن بريطانيا ستشكل شراكة جديدة متساوية مع أوروبا، موضحة أنها ترغب في خروج بلادها وهي أكثر قوة وعدلا ووحدة وتطلعا للخارج من قبل. قتل 50 شخصا وجرح أكثر من 120 في قصف جوي شنه الجيش النيجيري عن طريق الخطأ على مخيم للنازحين في شمال شرق نيجيريا. الغارة جاءت بعدما ظن الجيش النيجيري أن الموقع المستهدف هو لجماعة بوكو حرام الإرهابية، فيما أفيد بأن ضحايا غالبيتهم من المدنيين وبينهم أفراد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود. عودة إلى أبرز أخبارنا المحلية بعد الفاصل. وفيها النورس يهجر الكوستا برافا باتجاه شاطئ صيدا، وفي حال تفعيله مطار الإقلاعات يوفر 21 ألف وظيفة. اعتبر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني أن سلامة مطار رفيق الحريري الدولي وحياة المواطنين خط أحمر. وقال قباني بعد اجتماع اللجنة أن روائح الفساد بدأت تظهر في مسألة أجهزة إخافة الطيور. مع الأسف أنه بلشت توصل بعض الروائح الفساد اللي لها علاقة بالآلات اللي بدها تطلع أصوات بالمطار. مع الأسف وهناك زميلنا النائب خضر حبيب رح يقدم بعتقد إخبار بهذا الخصوص، لأنه مع الأسف حتى الأشياء المتعلقة بحياة البشر في عندنا من يحاول استغلالها من أجل جني المال الحرام. وفي ظل الحملة المستمرة لإبعادها عن محيط مطار رفيق الحريري الدولي وفي مشهد معبر بدأ وكأنه هجرة جماعية، حطت أسراب من طيور النورس على الشاطئ الرملي لمنطقة الأول شمال مدينة صيدا فغطت قسما من الشاطئ.
في دائرته في المصيطبة استقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام الرئيس ميشيل سليمان الذي ثمن ما فعله سلام خلال توليه رئاسة الحكومة ونجاحه معها في الحفاظ على الاستقرار الأمني وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة. بدوره اعتبر سلام أن الرئيس سليمان واجه ظروفا صعبة حمى خلالها البلد معولا على الحكومة الجديدة للسير في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وأولها قانون الانتخاب. إدارة حكيمة، إدارة معتدلة أدت إلى وصول السفينة إلى شاطئ الأمان. العبرة من هالفترة يمكن مش دائما بيتسنى للبلد أنه يكون في حكومة تتولى مهام الرئيس تكون عندها الكفاية هي ورئيسها لإدارة البلد والحفاظ على الاستقرار بظرف خطير جدا مرقت فيه المنطقة. والعبرة لازم ناخدها أنه ما نجعل البلد بمهب الريح، نعمل الاحتياطات اللازمة لحتى ما نوصل لاستحقاقات دستورية كائنا ما كانت، إن كانت رئيسة جمهورية أو رئيسة حكومة أو مجلس نيابي، دون أن يكون في حلول إنقاذية تؤدي إلى تداول السلطة. نعمل جميعا أن تفتح الأبواب ويعود الوئام والمحبة إلى كل اللبنانيين ولنمارس جميعا الحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور، والتي من أبرز عناصرها هو تعزيز نظامنا الديمقراطي. ونحن نتطلع إلى هذه الحكومة الجديدة بثقة وبأمل، لأن يتم التوافق من حول ما هو مطلب عند الجميع اليوم، وهو الانتخابات النيابية العامة. أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن جميع الكتل الممثلة في لجنة المال اتفقت على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى إقرار الموازنة العامة، وأن ليس هناك أي عملية تسوية لمنعها. وبعد ترأسه اجتماعا للجنة بحضور وزير المال علي حسن خليل، أوضح كنعان أن الموازنة لا تعني حذف وتصفير الحسابات، لأنها تؤدي كما حصل 93 إلى المشاكل التي تفاقمت حتى اليوم، مؤكدا أن وزارة المال تعمل بشكل جدي لإنجاز الحسابات المالية، لكن قد تواجه مشاكل لا يمكن حلها، كاشفا أن العجز وصل إلى حدود 6000 مليار، وأن خدمة الدين العام بلغ 7000 مليار. للمرة الثالثة حضر في قاعة غرفة الدرجة الأولى للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الشاهد البريطاني جاري بليت المحقق في مكتب المدعي العام والذي عمل على شبكات الاتصال الهاتفية بين أفرادها. الشاهد يتمتع بالخبرة المؤاتية للإدلاء برأيه كخبير في المسائل المتعلقة بالشبكة الجرمية التي قامت بعملية المراقبة وتنظيم الاتصالات للشبكات السرية. وأشار الشاهد إلى أن نشاطات الشبكة الصفراء المرتبطة بسليم عياش وترابط الاتصالات داخل الشبكة مع الشبكة الخضراء. الذكرى الثالثة لانطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان والمتعلقة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء كانت مدار بحث بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حركة التغيير إلي محفوظ في معراب، حيث جرى التأكيد على أن المحكمة وبالرغم من كل المحاربة التي تعرضت لها قد تكشف وللمرة الأولى في التاريخ منذ اغتيال نسيب المتني حتى اليوم حقيقة الاغتيالات السياسية في لبنان. استقبلت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية نائب بهية الحريري سفيرة النوايا الحسنة في منظمة التسامح والسلام الدولية هنادي عباس بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات والهيئات الاجتماعية. وأعربت عباس عن اعتزازها بأنها تؤدي رسالة سلام ومحبة تتلاقى بمعانيها الإنسانية والسامية مع ما قامت به وتقوم به النائب الحريري. ورحبت الحريري بالسفيرة عباس مهنئة إياها على اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة في منظمة التسامح والسلام ومتمنية لها النجاح والتوفيق. ثم زارت عباس جمعية جامع البحر الخيرية في صيدا وتفقدت مسني ومسنات دار السلام للرعاية الاجتماعية. أعلن وزير الثقافة دكتور غطاس خوري عن فعاليات الحدث الذي سيقام في قصر اليونسكو في بيروت يوم الخميس المقبل، والذي سيستضيف الفنان العراقي العالمي نصير شمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده خوري في الوزارة بحضور رئيس مجلس إدارة الكونسيرفاتوار وليد مسلم والفنان نصير شمة.
استعادة الثقة هو عنوان عملي لحكومتنا، نلتزم به ونخطط لتنفيذ مشاريع كثيرة تحته تجمعنا أكثر وتدفعنا معا للعمل في سبيل وطن واحد متماسك يسعد أبنائه ويعد بمستقبل أفضل لهم. نرحب بالفنان نصير شما ونستمع إليه معا في قصر اليونسكو عند الساعة 8 من مساء يوم الخميس الواقع في 19 كانون الثاني الجاري، لتكون حفلة فرح راقية، حفلة فنية تدعم استعادة الثقة، الثقة باللبناني الفاعل والمتفاعل والواعد بغد أفضل. مطار الرئيس الشهيد روني معوض في القليعات يوفر 21 ألف فرصة عمل لو تم تفعيله. مشكلة طيور النورس حول مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت وما تشكله من مخاطر على سلامة الطيران المدني أحيت الأمال من جديد لعله يصار إلى إعادة تفعيل مطار الرئيس روني معوض. وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، يؤكد وزير الأشغال العامة والنقل المحامي يوسف فينيانوس أنه بصدد دراسة العديد من الملفات التي تخص الوزارة وبينها مطار القليعات وغيره من المطارات في لبنان، وبعدها سيبنى على الشيء مقتضاه، مشيرا إلى أنه لم يتم البحث حتى الساعة في هذا الأمر مع الرئيس سعد الحريري. من المعروف أن مطار القليعات كان شهد حركة طيران مدني داخلي بإدارة شركة طيران الشرق الأوسط التي كانت سيرت 3 رحلات أسبوعيا داخلية بين الشمال وبيروت بين عامي 88 و89، ومع توقفه خسرت عكار والشمال مرفقا حيويا مهما كان يعول على استمراره وتطويره، إمكانية تحقيق حركة إنمائية تشمل مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية. يشار إلى أن عددا من وزراء الأشغال العامة على مدى السنوات الماضية كانوا قد زاروا المطار، وكذلك لجنة الأشغال النيابية وعدد من الخبراء الأجانب سبق لهم أن زاروا أيضا هذا المطار. ورجت أحاديث كثيرة تم تداول بها طيلة هذه الفترة عن جدية افتتاح المطار، وثمت دراسات أعدت وشركات جرى الحديث عن أنها حاضرة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيله وتطويره، لكن أي من هذه الأحاديث لم يبصر النور حتى الآن. وبغض النظر عن حيثيات وآليات تجدد المطالبة اليوم بفتح مطار الرئيس معوض وتشغيله، ثمت موجبات عملنية تفترض تشغيله اليوم، إذ أن مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت بات غير قادر على استيعاب المزيد من حركة الركاب المتصاعدة سنويا، ولا سيما أن قدرته الاستيعابية هي بحدود 6 مليون راكب حاليا. وهناك دراسة وخطة أعدت عام 2010 لتوسيعه وتطويره، إلا أنها تتطلب وقتا طويلا لإنجازها، وهي ستقضي في حال إنجازها لاستيعاب 18 مليون راكب سنويا. كما لاحظت الخطة أيضا رفع عدد بوابات وقوف الطائرات لدخول وخروج المسافرين من 23 بوابة إلى 46 بوابة، 7 من هذه البوابات مخصصة لاستقبال الطائرات ذات الحجم الكبير A380. يذكر أن قرب مطار القليعات من أماكن سياحية وأثرية وطبيعية يحقق فرصة كبرى لإنعاش المنطقة من الوجهة الاقتصادية وعلى الصعود كافة، ولا سيما أنه يمكن أن يخلق 6000 فرصة عمل في السنة الأولى لانطلاقته وصولا إلى 21000 فرصة عمل فور إتمامه وفق الدراسات التي كانت موضوعة سابقا. هذا وتبلغ مساحة مطار القليعات الذي يبعد 5 كيلومتر عن الحدود السورية اللبنانية شمالا حوالي 5.5 مليون متر مربع. يشار إلى أن مدرج المطار كان تعرض خلال العدوان الإسرائيلي عام 2006 لغارات عدة أحدثت أضرارا بالغة به، ليعاد تأهيله من جديد في عام 2007. ونصل إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا نقاش. مساء الخير. بداية جولتنا على أسواق اليوم مع شركات التبغ العالمية. أخيرا قدرت شركة بريتش أمريكان توباكو أن توضع سيطرتها الكاملة على منافستها رينالز أمريكان إنك يلي رفضت العرض السابق بقيمة 47 مليار دولار سعيا لسعر أعلى. بتبلغ قيمة هالصفقة 49.4 مليار دولار، ومن خلالها بتتمكن على استحواذ بقية أسهم رينالدز بنسبة 57.8%. هالاندماج بيجمع بعض من العلامات التجارية المعروفة عالميا بصناعة التبغ بما في ذلك لاكي سترايك، روثمنز ودانهيل. تتوقع بي اي تي من خلال هالصفقة تحقق انخفاض بالتكاليف بقيمة 400 مليون دولار. وننتقل لشركة رولز رويس البريطانية يلي وافقت على دفع غرامة بقيمة 671 مليون باوند للسلطات البريطانية والأمريكية من أجل تسوية قضايا رشوة وفساد.
497 مليون باوند بتروح لبريطانيا، وبتقوم الشركة بدفع 170 مليون باوند لوزارة العدل الأمريكية. وأضافت الشركة أنه من المتوقع توصل تكلفة تسوية المخالفات الأخرى ل 26 مليون باوند تسدد للسلطات البرازيلية. ومننهي من يونيليفر الشركة الرائدة للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، يلي أكدت على أنه جميع البلاستيك يلي يستخدم لتعبئة وتغليف منتجاتها رح يكون قابل لإعادة الاستخدام والتدوير بحلول عام 2025. بذكر أنه الشركة سبق والتزمت بخفض وزن التعبئة والتغليف يلي بتستخدمها بحوالي الثلث بحلول عام 2020. هالخطوات أتت بإطار اهتمام الشركة بمعالجة النفايات البلاستيكية. هيدا كان كل شيء لليوم، أنا بشوفكم بكرة. وأحوال الطقس مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس مستقر بعده بيسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفهم بعد جولة على الدول العربية. منبلش جولتنا مع القاهرة 23، 12 بتونس 15 درجة بالرباط، 17 ببغداد وبدمشق 20 درجة بالقدس، والختام بيكون مع الكويت 19، 23 بالدوحة و24 درجة بالرياض. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره الجو العام مكمل صحو الى قليل غيوم اجمالا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره تتوصل اقصاها لبكره لل 20 درجه، اما ادناها لل 10 درجات. بالنسبه للرطوبه بتسجل اقصاها 60%، اما سرعه الرياح بتوصل لل 30 كيلومتر بالساعه. بالجبل بتتراوح بين 5 و 12 درجه، اما بالداخل بتسجل اقصاها 14 درجه. جولتنا اللي بتخدنا من شمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش جولتنا من شمال مع عكار 17، 18 بطرابلس، 8 بالقرس، 16 درجة بالكورة، 17 بالهرمل، 15 بالقاع، 12 ببعلبك، 10 درجات برياء. بنكمل على جبال 18، 9 بميروبة، 18 درجة بجوني وببعبدة. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 18 درجة، وطقسها عم بيكون صحو إلى قليل الغيوم إجمالا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة 11 بزحلة، 13 بشتورة، 12 بعنجر، 20 درجة بمشغرة، 19 بجزين، 17 برشية، 19 بمرجعيون، 20 درجة ببنت الجبال، والختام عم بيكون مع بيت الدين 16، أما المناطق الجنوبية صيدا، سور وقانا و20 درجة. مثل ما ذكرنا لبكره بيكون في عنا طقس صحو الى قليل غيوم اجمالا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره تتوصل اقصاها لبكره ل 18 درجه، اما ادناها ل 13 درجه. ارتفاع درجه واحده لنهار الخميس تتوصل اقصاها ل 19 درجه، اما بالنسبه لنهار الجمعه بترجع تنخفض تتسجل اقصاها 18 درجه، اما ادناها 12 درجه، مع طقس صحو الى قليل غيوم. بمنطقة الأرز الحرارة بتتراوح بين الواحد والثمان درجات. هيدا كان كل شيء لليوم، ما تنسوا شو ما كان طقسكن المفضل، لقونا على طول على المستقبل. في دي ان اي بعد النشرة، يبين نديم قطيش ثبات المواقف الإيرانية تجاه المملكة العربية السعودية. الآن تذكير بعناوين المسائية. إرادتي هي حماية سيادة الدولة وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استدراج الفتن إلى ساحتنا الداخلية. عشية الجلسة التشريعية، رئيس الجمهورية أمام السلك الدبلوماسي: أولويتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد. والرئيس الحريري يترأس اجتماعا وزاريا للبحث في تطوير خدمات مطار رفيق الحريري الدولي من النواحي كافة. عشرات الضربات الجوية والمدفعية على وادي بردة، إيران ترفض أي حضور أمريكي في مفاوضات أسيتانا. نشرتنا انتهت، ترقبوا بعد قليل كلمة الرئيس سعد الحريري. إلى اللقاء. حملا معي المودة والصداقة.
الخير. اللي بيطلع بعين موضوعية على الصراع السعودي الإيراني بيلاقي بكل بساطة كيف إيران دولة ثابتة على مواقفها، صلبة بخياراتها، وكيف السعودية متراجعة ومرتبكة ومتذبذبة. صمود إيران مقابل تراجع السعودية بالأدلة والبراهين. في مقابلة مع فصلية دراسات السياسة الخارجية في طهران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: خلافا لكافة التصورات، فإن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لإسقاط آل سعود، بل تحرص على منع محاولات إسقاطهم. ليك الثقة عشوائي رح يقلك نحن قادرين نسقط الحكم بالسعودية، بس ما بدنا، يعني ما قلنا جلادة، ما ممنوعة بكير، الطقس مش مناسبنا، يعني وقال نحن هيك راحت. بس أصلا للأمانة ولا مرة إيران أوحت مجرد إيحاءها، ولا مرة أوحت أنه بيعنيها التعرض للمملكة ولنظام الحكم فيها نهائيا، لا من بعيد ولا من قريب، الله وكيلك. يجب أن تتحول هذه الدماء المسفوكة ظلما في اليمن وعلى أرض الجزيرة العربية وفي سجونها وعلى كل أرض عربية وإسلامية يسفك فيها دم نتيجة فكر هؤلاء ومال هؤلاء وسلاح هؤلاء. هذه الدماء المسفوكة ستكتب نهاية هذا النظام وهذه العائلة، ستكتب النهاية. شايفين الثبات على الموقف كيف بيكون؟ كل عمر إيران حريصة على منع محاولات إسقاط المملكة، يعني بمش انه في لا، بس بدي ثبات أكتر، بدي شوف الثبات اللي بيجي مثل التلزيق، لزق، يعني لزق على الموقف ما بيزيح هيك. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن سقوط آل سعود لا يعني بتاتا أن يكون البديل لآل سعود أفضل، بل من المحتمل جدا أن يؤدي ذلك إلى تقسيم السعودية وسيطرة الفكر المتطرف الداعشي المنحط على أجزاء مهمة من السعودية. هذا بقى الموقف مش يعبر عن الثبات، يعبر إذا بدك عن الأصالة، يعني في الأصول، في الجذور التي لا تتغير. البديل عن الأسرة الحاكمة في السعودية قد يكون داعش أو التطرف أو الإرهاب. هذا مش موقف، هيدي بوصلة، يعني بدك تعتبرها أنه هيك شعاع ليزر موجه وماشي هيك، ما بيزيح، ما بيغلط، كل عمره موقف بالأصول. أما آن الأوان لهذا العالم أن يصنف هذا النظام في خانة الأنظمة الاستبدادية الإجرامية الإرهابية، بدل ما نشغل حاله بتصنيف جماعات إرهابية، آل سعود هم أبوها وهم أمها وهم أساسها. ليش رايحين على التفاصيل وتركين الأساس؟ القاعدة وفروعها في العالم من وين؟ داعش، النصرة، بكل وضوح المملكة العربية السعودية. ليك بيعجبوني السابتين على مواقفهم، شو بدك بالحكي، بجنن وتد، بتحسه يا خي جبل قاعد جبل. امبارح كانت السعودية هي داعش وهي القاعدة وهي الإرهاب، واليوم صار يعني الطموح الإيراني بحسب شمخاني حماية السعودية لأن البديل يمكن يكون داعش. حبيبي شو قصتك، ما هي بذاتها، ما هي السعودية داعش، شو السعودية، شو خيي، هي داعش والقاعدة والإرهاب وكله. كيف يعني البديل ممكن يكون داعش؟ ما عم تركز. بس لك بعد ما شفيت غليلة وعطشي للمعرفة حول دروس الثبات بالمواقف، لا بدي المزيد من دروس الثبات والصلابة بالموقف الإيراني. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على أن الجمهورية الإسلامية طالما تصدت لنمو التطرف ودافعت عن وحدة أراضي دول المنطقة، وذلك لأن تقسيم الدول يؤدي إلى سيطرة الفكر الإرهابي على الدول الإسلامية، ومثل ذلك يتعارض مع المصالح الاستراتيجية للعالم الإسلامي. الله وكيلك، ما في ولا هم بإيران إلا محاربة التقسيم، يعني بدك تعتبر شغلتهم وعملتهم منع التقسيم وحماية وحدة الأراضي،
وطبعا يعني منع التقسيم وحماية وحدة الأراضي بيتم من خلال الدول القوية والحكومات الفاعلة، وهذا اختصاص إيران. إيران ما بتشتغل إلا بتصدير الحكومات الفاعلة والدول القوية. امام همو اول گفت ما انقلاب من را صادر میکنیم و ایران وطن دوم تمام مجرم گفت از زهلا بگیشم میکنیم شوخی فکر میکنیم ظرف هفت ماه چهار تا رژیم عربی سقوط میکنه انشالله سه چهار تا دیگرشم در چند ماه آینده چند سال آینده آماده باید بشیم برای یک نبرد جهانی و جای اطلاعات عملیات و تخریب و اینا خلاص باید آماده باشه. آقا برو یک جمهوری اسلامی بعد از این عملیات اخیر یک جمهوری اسلامی هم تو صحرای سینا و مصر داره درست میکنه. شفت؟ يعني أنتم مفكرين هلأ النقلة من تصدير الثورة لكلام شمخاني هو تراجع؟ أبدا أبدا، هيك بيكون الثبات على المواقف. في أثبت من هيك؟ رقاص ساعة. لا بقى إيران دولة عندها رؤية، عارفة شو عم تعمل، عارفة لوين رايحة. كنا بتصدير الثورة صرنا أنه وحدة السعودية مسألة مهمة ودولة وكذا بس ليك أكتر مطرح ما بتساوم في إيران هو لما يكون في دم وفي ضحايا. بده واحد يعترف كمان، لا يمكن أن تساوم على موضوع الضحايا، لا يمكن. أكدت إيران أنها تلقت دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في موسم الحج هذا العام بعد أسبوعين من إعلان الرياض إرسال الدعوة. إلى ذلك أكدت طهران أنها ستجري الشهر المقبل مفاوضات مع السعودية حول المشاركة في موسم الحج للعام الحالي. وقال ممثل شؤون الحج الإيراني علي غازي عسكر إن وفدا إيرانيا سيغادر إلى السعودية لهذا الغرض في 23 من شباط المقبل. لا تساوم على دماء الضحايا إلا بعد ما تكون استثمرت فيهم وما طلع لها شيء. للتذكير فقط بموضوع الحج اللي هلأ صارت جاهزة تحكي فيه. الحكام في السعودية يتحملون المسؤولية عن كارثة منى. الناس الذين اجتمعوا في مكان واحد في مركز ديني عالمين أثناء الحج سقطوا ضحايا بسبب التقصير من قبل المسؤولين عن تنظيم وإدارة الحج. يجب أن نمحص، هل سربت السعودية أسماء الوفد الإيراني للإسرائيليين قبيل موسم الحج؟ إذا حدث هذا ففي تدبير ما سهل مخابراتيا ساعتها أنه يتصنع. بعد كل هالحملة وبعد موسم حج ناجح جدا من بعد حادثة منى، وهذا الحادث غابت عنه إيران بالمناسبة، ها رجعت إيران تتباحث مع السعودية. هلأ صارت عم تبحث وتدرس الإجراءات وآليات التنظيم والضمانات والحماية. يعني هلأ صار الموضوع موضوع تقني انه كيف بيصير الحج احسن، على فرض يعني انه بس موضوع تقني. بطل انه السعودية كممثل للشيطان والشجرة ما بعرف شو، هي من تآمرت وهي من ذبحت الحجاج عمدا وهي اللي زحبتهم من زحبت الجرحى وقتلت الجرحى بطل الموضوع انه ما حصل هو جريمة منظمة، صار حادثة وإيران عندها ملاحظات ورايحة تناقش ملاحظات وين بالسعودية. كيف بدك تناقش موضوع الحج مع الجهة التي نظمت جريمة منى يا خيي؟ شو قصتك أنت؟ هذا كله بعد شو؟ بعد سنتين من الاستثمار بدم الضحايا، ولازم يصير في تدويل للحج، ولازم يمنعوا السعودية من إدارة موسم الحج، وعشوي يعني تحرير مكة. نمنا فقنا لقينا إيران جديدة، السعودية شي يا جماعة والإرهاب شي تاني، ها الموت لآل سعود. لا لا، نريد إسقاط آل سعود نهائيا. تصدير الثورة وأربع عواصم جايبتنا، التلاعب المناطقي والمذهبي، لا نحن مع وحدة الأراضي، جريمة منى المنظمة، حادثة بتصير خلينا نحكي نشوف كيف. ما فهمت، شفتوا كيف بيكون الثبات على الموقف؟ شفتوا كيف بيكون يعني الصلابة بالخيارات السياسية؟ إيران نموذج.
تصبحوا على خير.